البرنامج هذا هو يدخل في استراتيجية كاملة للوزارة بالشراكة مع اليونيسيف وبوجود بالطبيعة خبراء يعني منتدبين للغرض هذايا. احنا اليوم في الورشة الثانية، اليومين الأخيرين كنا بسوسة، أمنا ورشة بيومين، اليوم ننطلق في زوز ورشات بالقيروان على مدى 4 أيام. الورشة هذه هي تدخل في إطار برنامج معناتها لأني أهتم في إطار الوالدية الإيجابية، اللي هي تهتم بتنشئة الطفل التونسي من 0 إلى 5 سنوات داخل الأسرة متاعه. أي تنشئة، أي رعاية، أي تكوين، أي مؤهلات عند الأم والأب. احنا نخدم على الجوانب هذه اللي هي تمكين الأسرة التونسية والأم التونسية والأب التونسي من مؤهلات، من قدرات، من إمكانيات تطور علاقته بابنه، اللي هي معناتها كيما نقولوا احنا لو سافوار فير. احنا الاطفال بالطبيعه يتربيوا معناتها يكتشفوا في الحياه بكل الطرق وبكل الوسائل الطبيعيه التلقائيه. رده الفعل الام والاب مع هذه الممارسات او السلوكيات البريئه نتاع الطفل اللي هي مرحله اكتشاف. الاب والام احنا ما ننساوش ما احنا نعيشوا مجتمع تونسي ناشط، الام تشتغل خارج المنزل وداخل المنزل، ضغوطات النفسيه والمهنيه كبيره برشا، زادتها ضغوطات الحياه اليوميه المجتمع التونسي ما بعد الثوره الحقيقه عندنا صعوبات ضعفت شويه، هذا الكل اعطت رده فعل او اعطت ضعف في العنايه وفي الاهتمام وفي اعطاء القيمه للطفل حتى في مجرد كونه الانصات لمشاغله او لاهتماماته، او حتى كيحب يعبر او يحكي او يستفسر او يستوضح لا يلقى من الام او الاب الاهتمام والانصات الكافي. هو اليوم وغدوه نقطه انطلاق البرنامج في القيروان في جهات سيدي عبد الله الرقاده والعويثه، صبيخه عويثه. البرنامج هذا صار انطلق عام 2020 وبدا في تجارب نموذجيه في حفوز وتوا قاعد يتوسع. دونك البرنامج هذا يشمل مجالات مختلفه، فيها تكوين الاولياء والمهنيين اللي يتعاملوا مع صغيرات بين 0 و5 سنين، فيها برشا اعلام وتحسيس وتوعيه ومناصره في مجال التربيه الوالديه، وفي زادة كيفاش نجموا نغيروا معناتها يعني القوانين، كيفاش نجموا نعملوا مناصره باش نغيروا ونحسوا اكثر الاولياء والمؤسسات بأهمية التربية الوالدية. هي صارت دراسة ويعني ولاية القيروان هكذا يغبدينا بها، ما فما ولايات أخرى مازال ما انطلقش فيهم جملة البرنامج، كانت ما بغمي الولايات اللي قلنا باش نخدموا عليهم، والحق الجهات معناتها صارت خاطر لازمنا نمسوا الجهات الكل، دونك ما نجموش نلموا نمسوا 20 معتمديات الكل في عام بركة، خاطر عندنا سوسة، عندنا القروان، عندنا مدنين، وعندنا جندوبة، دونك كل عام قاعدين نختاروا في معتمديات جدد وعمادات جدد ونوسعوا فيهم شويه بشويه. دونك بدينا بالجهات هذيا خاطر فما نصر الله زاد باش نعاودوا باش نخدموا معاهم يوم الجمعه ويوم السبت. دونك ان شاء الله العام الجاي نزيدوا نوسعوا اكثر في المعتمديه. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.